فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب تنصحون به بالنسبة لما ورد في فضائل السور؟ وهل كل سور القرآن ورد فيها فضل خاص؟ لا، إنما ورد في آيات وفي سور. وأما إن كل سورة وكل آية لها فضائل، ما ورد شيء من هذا. بعضهم يكذب، يضع يقول رأي، لأن واحد من القدامى وضع فضائل لكل سورة، فنوقش في هذا، منين جبت هذا؟ قال والله أنا شفت الناس أعرضوا عن القرآن وأريد أن أرغبهم في القرآن، فأصبح كذابا واختزى بين الناس واشتهر بذلك. لا يجوز هذا، ما يقال وينسب للقرآن أو للرسول إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن ورد في بعض الفضائل وبعضه لم يرد، لكنه معروف أنه فضل القرآن معروف هذا ولو لم يرد، ولكن إذا ورد يكون من باب التأكيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.